حوار الساعات الأخيرة يحتدم ويقترب من الوصول إلى التشكيلة الكاملة، لقاءات ساخنة تحدد اللمسات الأخيرة والحسم يوم الاثنين. هاشتاغ تشكيل الحكومة يتصدر المواقع الإلكترونية، دعوات رسمية وشعبية للإسراء بإعلان الكابينة الحكومية. نسب إنجاز متقدمة يحققها ميناء الفاول الاستراتيجي، الموانئ تعلن المباشرة بطريقه والنفق المغمور، والتخطيط تصفه بالمشروع الأكبر. أمطار شتاء تطرق أبواب الشمال بعد موجة جفاف، سيول في أربيل وزاخو ومطالبات بالاستفادة منها زراعيا وتخزينيا. هي اللمسات الأخيرة على الكابينة الوزارية التي سيعلن عنها رئيس الوزراء المكلف محمد الشاع السوداني، حوارات تجرى على أساس توزيع المهام في الكابينة الحكومية الجديدة وفقا للاستحقاقات الانتخابية، نقاشات حول شكل الحكومة المقبلة وما هي المهام التي ستناط بها، خدمية بامتياز مهمتها ترميم العلاقة بين القوى السياسية والمواطن عبر فريق منسجم يتم اختياره وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة والإمكانية في إدارة الوزارة. فالوزارة لا يمكن أن تكون محطة لتجربة الأشخاص، حكومة ببرنامج حكومي واقعي لا إنشائي يستند على الأرقام في عملية الإنجاز، حكومة تحقق النجاح فلا سبيل أمامها إلا النجاح. أهلا بكم. في بداية المرصد الخبري، كشفت مصادر للفرات إنه إلى ساعة متأخرة من ليل الجمعة واصل رئيس الوزراء المكلف محمد الشاع السوداني حواراته مع القوى السياسية للتفاهم بشأن توزيع الحقائب، فيما أكدت المصادر أن السوداني لم يحسم بعد تشكيلته الحكومية وأن الخلافات ما زالت مستمرة بشأن توزيع الحقائب الوزارية، والسودان يسعى لتقليلها للتوصل إلى حلول وسطية. وأضافت المصادر أن أسماء وسير المرشحين للحقائب الوزارية لم تصل إلى البرلمان حتى الآن، مرجحة أنه سيتم عقد جلسة التصويت على الحكومة خلال الأيام المقبلة. وبينت أن الخلافات بين القوى الثلاث السنة والكرد والشيعة على وزارات سيادية وخدمية، إلى جانب نزاع داخل البيت السني على تسمية وزير الدفاع. ناقش تحالف العزم مع رئيس الوزراء المكلف محمد الشاع السوداني عددا من الملفات قبيل الإعلان عن الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة. وذكر التحالف في بيان إنه استقبل في مقره ببغداد رئيس الوزراء المكلف محمد الشاع السوداني وبحضور نواب وعدد من قيادات التحالف لبحث مستجدات المشهد السياسي وسبل التعاون من أجل اختيار الكابينة الوزارية وفق آليات وضوابط من شأنها إنتاج حكومة قادرة قوية. من جانبه، أكد رئيس تحالف مثنى السامرائي على أهمية مراعاة الاستحقاقات الانتخابية لجميع الأطراف السياسية لتحمل مسؤولية دعم تشكيل الحكومة. أكدت اللجنة القانونية النيابية أن جميع أعضاء مجلس النواب سيطلعون على السير الذاتية للمرشحين في كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد الشاع السوداني، فيما كشف عضو اللجنة عارف الحمامي في تصريح له أن آلية التعامل مع السير الذاتية لمرشحي الكابينة الوزارية ستكون وفقا لتشكيل لجنة مختصة لدراسة السير الذاتية. وأضاف الحمامي أن تلك اللجان شكلت في كل كتلة نيابية، مبينا أن باب الاعتراض مفتوح أمام أي اعتراض أو ملاحظة.
بعد استمرار الحوارات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، أكد مراقبون أن نجاح حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد الشيع السوداني رهين بالبحث عن مرشحين أكفاء وذوي خبرة، فيما كشف آخرون أن السوداني يسعى جاهدا إلى إبعاد كابينته عن الصراعات والضغوطات السياسية والحزبية. المزيد مع الزميل حسين ياسين. تحركات واسعة يجريها رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد الشيع السوداني على مختلف القوى السياسية لتهيئة فريق كابينته الوزارية المرتقبة، تحركات وصفها مراقبون بأنها تركز على مسارين: الأول الحفاظ على التوازن المكوناتي، أما الآخر فيسعى السوداني من خلاله إلى ضمان فسح المجال له باختياراته، كالموقف الذي أعلنه تيار الحكمة الوطني. مسألة البحث عن مرشحين مسألة في غاية الأهمية، خصوصا بالنسبة لمحمد الشيع السوداني، باعتبار أنه نجاح الحكومة وفشلها يحسب عليه، وبالتالي سواء كانت الكتل السياسية تريد وقت لدراسة سير المرشحين أو حتى هو لابد أن يتم التأكد من نزاهة وكفاءة هؤلاء المرشحون، خصوصا أنه قد تكون الأسماء كثيرة. أما على صعيد تأجيل موعد جلسة منح الثقة التي كان من المقرر أن تعقد السبت، فهنالك من يرى أن هذا التأجيل لا يعد خللا في مهمة السوداني، وإنما محاولة الأخير الاستفادة من عامل الوقت لاختيار أسماء من المرشحين الذين يمتلكون القدرة على تطبيق برنامجه الحكومي. مسؤولية كبيرة، وهذا لعله السيد السوداني هو تأخر في جهوزيته لإعلان كابينته الوزارية بسبب الإجراءات أو التمحص والتفحيص وكذلك التدقيق في سيفيات الشخصيات التي يتم رفعها من قبل الكتل السياسية. مقابل هذه المعطيات، أشارت بعض المصادر إلى أن السوداني يحاول جاهدا إبعاد كابينته المرتقبة عن الضغوط السياسية المحتملة مستقبلا، لا سيما الوزارات السيادية والخدمية. وتؤكد أغلب الترجيحات على أن حسم ملف حكومة السوداني قد اقترب كثيرا من المراحل النهائية، وسط توقعات بأن يتم تحديد موعد جلسة منح الثقة خلال الأسبوع الجاري. حسين ياسين، الفرات، بغداد. أكد النائب عن تحالف العزم أحمد الجبوري أن التحالف أبلغ الإطار التنسيقي بأخذ منصب رئيس البرلمان في حال عدم حصوله على استحقاقه الانتخابي. وبين الجبوري في تغريدة له أن التحالف أبلغ قيادات الإطار التنسيقي في حالة عدم أخذ الاستحقاق الانتخابي وفق القانون في تشكيل الحكومة الجديدة، سيعمل على أخذ منصب رئيس البرلمان، مؤكدا استمرار دعم التحالف لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد الشيع السوداني ومنحها الثقة. أكد النائب السابق مشعان الجبوري أن جلسة تقديم حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد الشيع السوداني للبرلمان تأجلت ليوم آخر. وأشار الجبوري في تغريدة له إلى أن الكتل السياسية خولت السوداني اختيار الوزراء حسب أوزان كل كتلة. وأضاف الجبوري أن التعطيل الآن هو بسبب الخلافات السياسية حول توزيع المناصب والوزارات. أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد في تصريح له أن الوزارات الخدمية تحتاج إلى مرشح يكون سياسيا وأكاديميا ومختصا في مجال عمله وعمل وزارته. وكشف محمد أن من المحتمل تغيير الأسماء المطروحة للوزارات، مضيفا أن حصة الديمقراطي الكردستاني ستكون 3 وزارات مع منصب نائب رئيس الوزراء. أكد النائب عن حزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي أن أي تأخير ليس في صالح من تصدى لتشكيل الحكومة خاصة والعراق بشكل عام، فيما ذكر شنكالي في تغريدة له أن من المدخلات السابقة ستؤدي إلى ذات المخرجات، وبالنتيجة سيخسر النظام السياسي آخر فرصة في تغيير المسار نحو الأفضل.
والآن ننتقل معكم إلى ملف السوشيال ميديا، حيث أطلق نشطاء ومراقبون ترند تشكيل الحكومة في منصات التواصل، داعين إلى ضرورة الإسراع بتشكيلها وفق الكفاءة والمهنية. البداية من الناشطة شهد الياسري، إذ تقول في تغريدتها: ليس بأمانيكم ولا أمان أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لتضيف أن كل ما يشاع عن خلافات داخل الإطار الشيعي جوابه في الآية الكريمة أعلاه، فما يتمناه هؤلاء من تفكك للإطار أو فشله في تشكيل الحكومة لن يحدث أبدا. أيضا يشير المراقب سلام أحمد في تغريدته إلى أن الفرصة الأولى والأخيرة هي الفرصة الحالية، والتي يجب أن يكون فيها المكون الشيعي على قدر المسؤولية، وأن يعمل كفريق جماعي في خدمة الوطن والشعب، فلا مجال للتفرقة ولا مجال للمحسوبية، خصوصا وأن الجمهور أدى ما عليه، وعليكم أن تقوموا بواجبكم الوطني. أما الحقوقي حسن النعماني فيقول في تغريدته: لم يبقى شيء لم يمارسه بعض الجهلة من كذب وتدليس ضد تشكيل الحكومة. الحكومة لن تتشكل، الصراع مستمر حول الوزارات، وسعر الوزارة كذا مليون، والحقيقة على ما يبدو أن الإطار كشف عورات هؤلاء الجهلة وترك أمر تشكيل الحكومة للمكلف، فحتى السيد الحكيم تنازل عن استحقاقه. وفي منصة فيسبوك نشرت المدونة ضيء الحافظ تدوينة قائلة: على السيد السوداني أن يدرك أن مسار تشكيل الحكومة ليست مرحلة لجبر الخواطر والترضيات، وعليه أخذ المبادرة في اختيار الشخصيات الصحيحة، فنجاح هذه الكابينة وفشلها بنظر الشارع سيعصب برأس الإطار حتى دون أن يلتفتوا عن شاغليها، والشركاء من سنة أو كرد. أكدت الجهات المسؤولة في وزارة النقل تحقيق تقدم وإنجاز في بناء مشروع الفاو الكبير. المصادر أشارت إلى أن نسبة الإنجاز عالية جدا بمشاريع ميناء الفاو وتفوق 25%، على الرغم من أن عمر المشروع 9 أشهر من 4 سنوات هي فترة إكماله، وهذا يعد إكمال ميناء الفاو مطلبا شعبيا، حيث سيوفر فرصا كبيرة للعراق ويعزز مكانته الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وسيخلق فرص عمل كثيرة لأهل البصرة وباقي المحافظات. من جهتهم حذر النواب من توقف العمل في ميناء الفاو الكبير جراء عدم إقرار الموازنة، مشيرين إلى أن عدم إقرار الموازنة العامة سيؤدي إلى توقف العمل ومغادرة الشركات العاملة فيه. أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق استكمال فرش الطبقة الأولى من مدخل الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وصولا إلى النفق المغمور بطول 52 كيلومتر. مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي ذكر في بيان أن هذه الأعمال تعتبر نقطة تحول استراتيجية بإنشاء مشروع الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وطريق أم قصر، مبينا أن أعمال فرش الطريق بعرض 45 مترا وبارتفاع متر واستكملت، وأصبح الطريق جاهزا لمرور الآليات. وأضاف أن فرق العمل استكملت 30 كيلومترا من المرحلة الثانية، فيما تم الشروع بالمرحلة الثالثة وبحدود كيلومتر واحد. عمل مستمر ومتواصل في ميناء الفاو من أجل إنجازه ضمن السقوف الزمنية التي حدد له. مسؤولون أكدوا أن نسب الإنجاز فاقت المتوقع. تقرير معتز الحبيب. إلى ميناء الفاو الكبير، إلى مستقبل العراق الاقتصادي، تسير بنا الحافلة. هنا بشارة الخير، إن العمل مستمر ومطرقة الركائز للأرصفة لن تتوقف. ليس هنا فقط، بل كل العقود الخمسة مستمر العمل بها.
هناك تواصل مستمر ما بين الوزارة وما بين إدارة الشركة، هناك تواصل مستمر ما بيني أنا كمدير عام ومعالي السيد الوزير، هناك متابعة شخصية لمعالي السيد الوزير لنسب الإنجاز، تقدم العمل، ما هي المعوقات حتى يتم تذليلها، وبالتالي هناك تعاون ما بيننا وبين مقر الوزارة ووزارة التخطيط والمالية لتأمين المبالغ اللازمة لاستمرار هذا المشروع. نسب الإنجاز فاقت المخطط له، وتقدم ملحوظ في الأعمال التي تقوم بها الشركة الكورية، الطرق الداخلية والطريق السريع والأرصفة، وهذا ما أكدته وزارة التخطيط عبر ممثلها الذي زار المشروع لأجل الاطلاع على سير العمل. حقيقة نحن بتوجيه من السيد الوزير وزير التخطيط قمنا بزيارتنا هذه مع الكادر المختص بقسم النقل لزيارة والوقوف على واقع الحال في موقع ميناء الفاو. الأمور تبشر إن شاء الله بخير، نسب الإنجاز مثل ما أشرنا أنه تتحقق تقريبا الفعل يعني المخطط 3-4% بخمس مواقع، وهذا إن شاء الله يعني ما معناه أنه الأمور تمشي باتجاه صحيح. Okay, this is the cure project. It's our progress. هنا مثل ما تشوفون عقد الأرصفة الحاويات بدءا بدق أول ركيزة، وعندنا أعمال داخل البحر لتحسين تربة، نسبة إنجاز المشروع تقريبا 30%، وبالنسبة للمشروع الآخر عندنا مشروع حفر ودفن. مستقبل العراق الاقتصادي هنا، ولابد أن تتضافر الجهود لأجل إتمام العمل بهذا المشروع ضمن السقوف الزمنية المحددة. أكثر من عام مضى على إبرام العقد مع الشركة الكورية لإنجاز ميناء الفاو الكبير، نسب إنجاز متقدمة، والشركة المنفذة تقول إنها ستنتهي من العمل بهذا الميناء قبل المدة المقررة. من ميناء الفاو الكبير، معتز الحبيب، الفرات. وبالعودة للشأن السياسي والحديث عن تشكيل الحكومة، ينضم معنا المحلل السياسي عائد الهلالي، حياكم الله في مرصدنا الخبري. والبداية، إلى أين وصلت حوارات رئيس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني مع يعني القوى السياسية لتشكيل الحكومة؟ يلا شكرا جزيلا، تحياتي حياكم الله محمد والقناة الموقرة والمشاهدين الأكارم. أعتقد أنه المشاورات التي حصلت في الفترة الماضية قد وصلت إلى ختامها في هذه الأيام، وأن الكابينة الوزارية أصبحت يعني شبه مكتملة إلا لبعض الوزارات، لربما أن هنالك خلاف ما بين أو داخل البيت السني وداخل البيت السني والبيت الكردي. حقيقة الخلاف حول وزارات بعينها، والوزارات هذه هي من استحقاق هذه المكونات، فبالتالي أن حكومة السيد أو السيد السوداني لا يستطيع أن يتدخل في هذا الشأن إلا في قضية المرشحين واختيار المرشحين. تعرض هذه الكتل السياسية مرشحة، وبالتالي وبالأخير هو من سوف يقوم بعملية الاختيار أو اقتراح الأسماء التي من الممكن أن تكون مهيئة للدخول في ضمن هذه الكابينة الوزارية. فأعتقد أن الأيام القليلة القادمة إن شاء الله سوف تشهد إعلان الكابينة الوزارية وحكومة السيد الكاظمي. طيب، ما هي المعايير التي اتخذها رئيس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني في اختيار وزراء كابينته؟ حقيقة المعايير هي مبنية على ركيزتين أساسية، على المعايير التي تم بموجبها اختيار السيد السوداني، وهي المهنية والنزاهة والشجاعة وأمور كثيرة جدا. أضف إلى ذلك أن هنالك شعار قد رفعه السيد السوداني، ألا وهو شعار حكومة إنجاز، فبالتالي هذه الأمور تلقي بظلالها على اختيار الشخصيات التي من الممكن أن تكون مهيئة للدخول مع السيد السوداني في كابينته. اليوم السيد السوداني أمام تحديات كبيرة جدا، وهو على المحك، هو وقوى الإطار التنسيق والجميع الشركاء السياسيين. هذه الحكومة يجب أن تمر، لأنها إن مرت سوف تعزز أو
تبعث الروح في العملية السياسية وتعزز مساحة الشركاء السياسيين والكتل السياسية داخل مكونات السياسية. أما إذا لا سامح الله قد فشلت هذه الحكومة فإن الفشل سوف يلقي بظلاله على جميع المكونات السياسية وبالتالي تقويض لمساحة الكتل السياسية في العملية السياسية المقبلة. طيب برأيكم هل سيكون التصويت على الوزراء بالبرلمان حسب الاتفاقات السياسية أم حسب الكفاءة والنزاهة؟ لا احنا قلنا انه عملية الذهاب الى البرلمان تكون الكابينة جاهزة ما عندنا اي مشكلة، وهذه الكابينة مبنية على اساس توافقات سابقة. السيد مسعود برزاني قال هذه الحكومة نريدها حكومة الشراكة وتوافق وتوازن، واضح الفكرة؟ فعملية الاختيار تركت للسيد السوداني، وبالتالي السيد السوداني عندما يقدم كابينته هي مرضية تكون من قبل الشركاء السياسيين من جميع الكتل السياسية، وبالتالي ان شاء الله سوف تمرر ان يعني أعطانا الله وإياكم العمر في يوم الخميس القادم أبعد شيء لربما تمرر. طيب مع استمرار هذه الخلافات السياسية على الوزارات يعني هل برأيكم ستمرر حكومة السوداني في جلسة البرلمان المقبلة؟ إن حكومة السودان سوف تمرر بأي جلسة تعقد لكنها لو ربما تكون غير مكتملة نتيجة قلنا أنه هنالك بعض الطموحات للشركاء السياسيين والمتغيرات التي حصلت في الفترة الماضية والأوزان الانتخابية كلها تلقي بظلالها على عملية الاختيار وعملية التفاوض وعملية استحواذ هذه الكتلة على هذه الوزارة أو تلك. فالأمر لربما تكون غير مكتملة لكنها إن شاء الله سوف تكتمل في الأسابيع القادمة. طيب ما هي الأهداف والأولويات التي سيركز عليها رئيس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني في برنامجه الحكومي المقبل؟ طبعا برنامج السيد السوداني يعني مطلع عليه بشكل كبير جدا، برنامج ناهض وناضج وبرنامج قوي جدا. هذا البرنامج يتضمن اصلاح اداري كبير جدا، عمليه مكافحه الفساد، الترهل، البطاله، التضخم، اسعار الدولار، عمليه التنميه، ميناء الفاو، الكهرباء، الامن، كل هذه الملفات سوف تكون مطروحه على مكتب السيد السوداني، وبالتالي هو امام تحدي كبير جدا. ان ارادت الكتل السياسي ان ينجح السيد السوداني ولو تحقيق جزء من هذه الملفات أو الانتصار على جزء من هذه الملفات وحقيقة وضعها على أرض الواقع كمشاريع عمل لربما أنه الأيام القادمة أيضا سوف تشهد طيب. إكمال الملفات الأخرى. حضرتك ذكرت العديد من الملفات التي سيركز عليها رئيس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني لكن هذه كثيرة، هل سيركز على ملفات معينة بالبداية خصوصا أنه الفترة قصيرة؟ أنا حقيقة عندما طلعت على البرنامج هناك فيه شقين، الشق اللي هو بمساس مع حياة الناس الخدمات، البنى التحتية، الوظائف، الفقر، الخدمات الكبيرة جدا، نقص المدارس، المستشفيات، غيره. وهنالك مشاريع استراتيجية سوف تكون في برنامج السيد السوداني إلى السنوات القادمة إن شاء الله، ولربما إن نجح السيد السوداني سوف تجدد له الولاية الأخرى ويكمل برنامج، لأن الجميع اليوم عاقد العزم على أن تكون هنا هذه العملية السياسية مختلفة بشكل كبير جدا عن العمليات السياسية السابقة. العمليات السياسية كانت تتم في الكواليس وفي الخفاء وفي الغرف المظلمة، وبالتالي تمر الأربع سنوات وتتغير العملية السياسية. اليوم لا، هنالك تحدي كبير جدا، هنالك شارع يترقب، هنالك الكتلة الصدرية خارج العملية السياسية، فالجميع مطالب بأن يكون في خندق واحد لإنجاز الملفات أو إنجاز ما مطلوب من هذه الحكومة. شكرا جزيلا للمحلل السياسي عائد الهلالي، كنت ضيفا عزيزا علينا في المرصد الخبري، حياكم الله. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا بكم. هذا وكانت لجنة النقل والاتصالات النيابية قد أكدت أن العمل بميناء الفاو سيسير بوتيرة متسارعة. عضو اللجنة عقيل الفتلاوي أوضح أن الكثير من الأمور تمت مناقشتها خلال الاستضافة الأخيرة لوزير النقل والمدراء العامين للشركات المرتبطة بالوزارة، وأبرزها موضوع الربط السككي وتصاميمه المقدمة من الشركة الإيطالية، مشيرا إلى أن اللجنة اعترضت على التصاميم كونها أنشئت على أساس تصاميم مترو بغداد الذي لم يبصر النور إلى الآن. أكد وزير التخطيط خالد بتال أن الحكومة خصصت الأموال اللازمة لإنشاء ميناء الفاو. بتال ذكر في لقاء سابق أن طريق الحرير يمر في بلدان تمتلك 55% من الناتج العالمي و70% من إنتاج الطاقة، مبينا أن لدى العراق فرصة لاستغلال ميناء الفاو، إضافة إلى مد السكك الحديدية والتي ستكون إيجابية. وأضاف أن الحكومة خصصت لميناء الفاو الأموال اللازمة لإنشاء 5
أرصفة، مشيرا إلى أن الميناء يجب أن لا يكون فقط لنقل البضائع. ولفت الوزير إلى أن الصين تبنت الطريق الدولي اقتصاديا، وهناك تفاهمات لتأمين هذا الطريق، لكن المشكلة أن الشركات الصينية تطمح لربح عال كما حدث مع أفريقيا. مشروع الفاو الكبير ينبغي أن يكون من أولويات الحكومة المقبلة، هذا ما أكده خبراء اقتصاديون، كون المشروع سيسهم في توفير بدائل عن النفط لإمداد موازنة البلاد بموارد مالية. تقرير أحمد الزيدي. أهداف استراتيجية واقتصادية كبيرة سيحققها ميناء الفاو الكبير حال إكماله ومباشرته بالعمل، إذ من المتوقع أن يحقق أرباحا شهرية تقدر بأكثر من 15 مليار دينار، بالإضافة إلى تحريك حركة الاقتصاد العراقي الذي سيتأثر بحجم البضائع التي ستمر عبر أراضيه. فمشروع الفاو لا يقتصر على الميناء فقط، بل سيتبعه إنشاء شبكة قطارات متطورة وطرقات حديثة ومدن صناعية وتجارية، ما سيحقق أهدافا مهمة بالقضاء على معدلات الفقر والبطالة ويرفع من الناتج القومي للبلاد. طبعا يفترض أن يكون ضمن أولويات الحكومة القادمة إكمال ميناء الفاو والمشاريع الملحقة بميناء الفاو. يعني ميناء الفاو لا يستطيع أن يعمل بمفرده، علينا إنشاء منظومة من الطرق والقطارات ومدن صناعية مدن تجارية. خريطة الاستثمار العالمي الآن تتجه نحو العراق، فلو استطعنا خلق شراكات على مستوى الشرق والغرب في الموقع الجغرافي العراقي، وإضافة ميزة تنافسية انخفاض تكلفة النقل في الأراضي العراقية، وإمكانية تجهيز القطارات أيضا بالطاقة الشمسية، واستثمار حاجة تركيا إلى عملية الربط، بالتأكيد العراق موقع جغرافي متميز. التجارة أيضا بين الغرب والشرق تمر بالأراضي العراقية. خلق شراكات اقتصادية بين مختلف الدول بما يعود بالفائدة على البلاد وينجح المشروع وغاياته المرجوة هو ما تتحمله الحكومة المقبلة لمنع المعرقلات التي تعطل إنجازه، فحجم التحديات التي تحاول إيقافه تحتاج إلى جهود دبلوماسية واتفاقات دولية، بالإضافة إلى الإرادة الوطنية لكي يكون ميناء الفاو البوابة الاقتصادية الأهم لتعويض الاعتماد على النفط. الأهمية ليس فقط لمشروع الفاو الكبير، وإن كان هو سوف يدور واردات كبيرة العراق، ولكن مهم التحاق العراق بطريق الحرير، لأن مبادرة الحزام والطريق تتعلق بكل العراق، وأن تصدر أوردرات التصدير من العراق إلى باقي دول العالم. وهذه المبادرة لا تختص فقط بميناء الفاو، وإنما ميناء الفاو هو مدخل لطريق الحرير. وتأخذ الأهمية الاستراتيجية للمشروع أبعادا متعددة، أهمها تحول العراق بموقعه الجغرافي إلى مركز للتجارة العالمي وحلقة الوصل الأقرب بين الشرق والغرب، بما سينعكس إيجابا على استقرار البلاد وحمايته دوليا. وتكمن أهمية المشروع في حال إنجازه بكامل طاقته الاستيعابية، بأنه سيكون مصدرا مهما للناتج القومي، بما سيحرك الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على النفط وتقلباته كمصدرا وحيدا للدخل. لقناة الفرات أحمد الزيدي، بغداد. وللوقوف أكثر على ملف ميناء الفاو الكبير ينضم معنا مدير مركز الدراسات في جامعة البصرة الدكتور قيس ناصر، حياكم الله في مرصدنا الخبري. والبداية، شركة الموانئ ووزارة النقل تؤكدان وجود نسب إنجاز جيدة، بوصفكم كمراقبين كيف تقيمون نسب الإنجاز؟ تفضل. السلام عليكم أستاذ، تحية لكم ولجميع المشاهدين. أود التنويه في البدء أني باحث في مركز دراسات البصرة والخليج العربي، ولست مديرا للمركز. فيما يتعلق بنسب إنجاز ميناء الفاو الكبير، أنا كمراقب ومتابع بشكل تفصيلي ميناء الفاو الكبير، ذكر تقريركم أو تحدث عند متابعتي له عن الخمس مشاريع الأخيرة. ميناء الفاو بشكل عام هذه المرحلة الأولى، من المرحلة الأولى يتضمن 10 مشاريع. المشروع الأول والثاني كاسر الأمواج الشرقي وكاسر الأمواج الغربي أنجزت في 2019،
لدينا ثلاث مشاريع أنجزت في 2022 اللي هي المشاريع الثلاث: مشروع السداد الصخرية، مشروع حوض تصنيع النفق، مشروع الطرق الداخلية. هذه أنجزت في الكامل. الحديث التقرير عن المشاريع الخمسة الحالية العمل فيها، يعني المشاريع الثلاث وقعت عقودها في 2020 وأنجزت في 2022. بمعنى آخر يعني ميناء الفاو من 2010 إلى 2019 فقط مشروعان اللي هي كواسر الأمواج. من 2020 إلى 2022 أنجزت ثلاثة مشاريع. الآن العمل جار في خمسة مشاريع. نعم. على وفق التصريحات وزارة التخطيط أنه نسبة الإنجاز أكثر تقريبا من 4% على ما هو محدد. يعني هناك ملاحظة ينبغي ملاحظتها. نحن في البصرة اليوم درجة رطوبة 85 تقريبا في المركز، في الفاو يعني نسب عالية. هذه البيئة العمل يعني بيئة عمل صعبة للعاملين هنا، يعني فتحسب للإداريين، تحسب للعاملين هذه نسب الإنجاز المتقدمة. طيب. عما هو مخطط عليه. هذا في جانب. في جانب آخر لو أخذنا طريق أحد المشاريع اللي هو الطريق. نعم. طريق الرابط، طريق السريع ل 63 كيلو بين ميناء الفاو وبين النفق. هذا الطريق كل ألغام تمت إزالتها، ومرحلة أنجزت مرحلة أولى ب 52 كيلو متر بارتفاع بعرض 45 متر بطول 52 كيلو متر بعرض 45 متر بارتفاع متر كمرحلة أولى، وبدأت. نعم. بالمرحلة الثانية ب 30 سنتيم. هذه كلها. طيب. نحن دكتور. في العراق أود التنبيه. دكتور، ما هي أبرز المعوقات والتحديات التي تقف في طريق هذا المشروع؟ دائما يعني أنا كمراقب للعمل، اللي يشغل اليوم ميناء الفاو من دون القناة الجافة يتحول إلى مشروع داخلي. واحد من اليوم التحديات أنه على الحكومة العراقية أن تفكر بشكل جدي. هو لدى وزارة النقل كمتابعة لديهم جدية، لديهم تعاقدات مع الاستشاري من شركة استشارية إيطالية لوضع مخططات وتصاميم للقناة الجافة التي تشمل السكك الحديد والطرق البرية. هذا واحد التحدي، يعني إنجاز إكمال إنشاء القناة الجافة كمكمل لمشروع ميناء الفاو. هذا واحد. المسألة الثانية، ربما بعضهم يقول ضرورة وجود بيئة أمنية. البيئة الأمنية بالإمكان التغلب عليها. اليوم في البيئة الأمنية في البصرة بيئة أمنية جيدة، وإن كانت مشكلات بسيطة لكن بشكل عام هي جيدة. والعراق تغلب على عصابات داعش وكيان داعش الإرهابي، فالبيئة الأمنية بإمكان تجاوزها. المسألة الثالثة اللي يفترض التفكير بها هي خلق بيئة استثمارية جاذبة. اليوم التفكير بما بعد المشاريع الخمسة، هذه ما بعد المشاريع الخمسة ينبغي التفكير بها وإيجاد بيئة مناسبة. بمعنى آخر التفكير ما بعد المشاريع الخمسة الحالية، مسألة تشغيل الميناء، طريقة التشغيل، كل هذه مشاريع. طيب. ينبغي التفكير بها من الآن. طيب دكتور، هل تعتقد أن عدم إقرار الموازنة ربما تؤثر على سير هذا المشروع؟ موازنة 2023 كمتابعة ومن خلال الأسئلة اللي وجهتها بشكل شخصي لمدير عام الشركة العامة الموانئ العراق، لتصريحات وزارة التخطيط، أن الأموال مؤمنة لمشروع ميناء الفاو الكبير حتى في حال عدم أقرار موازنة 2023. كأنه هناك توافق عن نتيجة لنسب الإنجاز الموجودة حاليا على أرض الواقع. هناك توافق واتفاق بين وزارة التخطيط ووزارة النقل ووزارة المالية على كإرادة سياسية لتمويل هذا المشروع. هنا يلعب دور الرأي العام. الرأي العام له دور مهم في حث هذه الوزارات والحكومة العراقية على استمرارية توفير الأموال. لكن كأموال حاليا على وفق رأي الفنيين والإدارة العامة للشركة العامة الموانئ العراق أنه الأموال متوفرة لإكمال المشروع من حتى ولو إن لم تقر
موازنة. شكرا جزيلا الدكتور قيس ناصر، كنت ضيفا عزيزا علينا في المرصد الخبري، حياكم الله. يعاني العراق منذ سنوات من أزمة متفاقمة متمثلة بالجفاف والتصحر نتيجة شح المياه، والتي تحمل مديات أكثر خطورة على الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث تصاعدت المخاوف من تراجع المساحات المزروعة والإنتاج الزراعي نتيجة الجفاف ونقص المياه الذي له الأثر الأكبر على وسط وجنوب البلاد التي تعد منطقة واسعة وتواجه جفافا خطيرا. وبحسب خبراء من المتوقع أن تشهد البلاد تفاقما للأزمة يهدد ثروتها الزراعية والحيوانية على حد سواء، ومن الممكن أن تسبب في هجرة نحو المدن على إثر خسارة محتملة للفلاحين جراء الجفاف. ويعاني العراق من نقص حاد في موارده المائية جراء تقليص الإمدادات الواردة من دول المنبع إلى نهري دجلة والفرات. كشفت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي إلى تطورات حالة الطقس في البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال المتنبئ الجوي صادق عطية أن مدن إقليم كردستان ستشهد هطولا متوسط الشدة للأمطار مع توقعات بالغزارة شمال شرق أربيل ودهوك. وأضاف أنه تستمر الأجواء غائمة جزئيا في غرب ووسط البلاد، مع فرص لهطول زخات خفيفة من الأمطار تشمل مناطق من العاصمة بغداد وشمال الأنبار وديالا. وتوقع عطية فرص تشكل ضباب متوسط الشدة شمال البصرة وجنوب ذي قار يقلل من مدى الرؤية الأفقية، وكذلك فجر الأحد في جنوب شرق مدينة البصرة. وأشار إلى أن الأجواء الرطبة تستمر في البصرة ومدن جنوب البلاد وبعض مدن الفرات الأوسط طوال أيام الأسبوع، متوقعا هطول ثلجي خلال اليومين المقبلين شمال شرق محافظة أربيل. شهدت محافظتا أربيل ودهوك في إقليم كردستان سيولا جارفة اجتاحت أغلب مناطقها نتيجة هطول الأمطار الغزيرة. وأظهرت صور ومقاطع فيديو تساقط الثلوج في قضاء جومان أحد أقضية محافظة أربيل، حيث تغطي الأرض والأشجار والمنازل بشكل كامل، فيما غمرت السيول الجارفة قضاء زاخو في محافظة توك بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق إقليم كردستان، فيما شهدت بادية الترطبة غربي محافظة الأنبار سيولا غمرت منحدراتها. هذا وانطلق موسم الغيث باكرا، حيث شهدت مدن الإقليم أمطارا رعدية مع انخفاض في درجات الحرارة إلى مستويات متدنية بهذه المناطق. من جانبها كشفت مديرية الدفاع المدني اتخاذ إجراءات احترازية استباقية لمواجهة موسم الأمطار والظروف المناخية الطارئة تزامنا مع حلول فصل الشتاء. وقال المنسق الإعلامي معاذ سلام إن المديرية تستعد لموسم الشتاء من خلال اتخاذ الاحتياطات الكاملة تحسبا لأي ظرف طارئ، سواء من الفيضانات أو ارتفاع مناسيب المياه مع بدء موسم السيول والأمطار، على الرغم من أن السنوات الماضية كانت جافة وقليلة الأمطار. وأضاف أن المديرية قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من خلال الكشوفات على المشاريع المخالفة والمحاذية للأنهر لاتخاذ إجراءات السلامة. أعلنت مديرية زراعة ذي قار تسجيل أرقام جديدة بحالات النفوق في الثروة الحيوانية بسبب الجفاف وشح المياه. وقال مدير الزراعة صالح هادي إن انحسار المياه وجفاف الأنهر تسبب بمشاكل كثيرة للمزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية. وأضاف أن قضاء الإصلاح سجل نفوق نحو 1400 رأس من الماشية والأغنام والأبقار والجاموس، وأشار أن واقع ذي قار سيء للغاية، حيث تعاني من موجة جفاف كبيرة لم يسبق لها مثيل، ومتوقع أن تكون الأيام القادمة أكثر سوءا، مؤكدا أن نسبة الجفاف بلغت أكثر من 90% من الأراضي الزراعية، فيما أشار إلى أن المحافظة شهدت نزوح نحو 1200 عائلة لغاية الآن جراء أزمة الجفاف التي ضربت معظم مناطق الأهوار.
وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بإطلاق تجهيز البذور والأسمدة للفلاحين واستلام محصول الذرة الصفراء لمختلف الرتب والأصناف من الفلاحين والمزارعين وبالسعر المدعوم 500,000 دينار. وذكر بيان للوزارة إنه تم تهيئة كافة مستلزمات الموسم الزراعي الشتوي من خلال تجهيز البذور والأسمدة للفلاحين والمزارعين وحسب الخطة الزراعية البالغة 4 ملايين دونم، منها 1,500,000 دونم على الإرواء السطحي. وأضاف أن الخطة الشتوية تضمنت زراعة 2,500,000 دونم على الآبار من المياه الجوفية. ودعت الوزارة إلى تضافر الجهود مع الجهات المعنية من أجل توفير كل المستلزمات اللازمة بغية أنجاح الموسم الزراعي الحالي. أحيا آلاف الزائرين ومن مختلف المدن الذكرى السنوية لشهادة التابعي الجليل سعيد بن جبير رضوان الله عليه عند مرقده الطائر في قضاء الحي جنوبي محافظة واسط، وسط إجراءات أمنية وخدمية مكثفة اتخذتها المواكب الحسينية والجهات المعنية لخدمة الجموع المؤمنة. فالح القريشي والتفاصيل. هكذا أحيا أهالي واسط والمناطق المجاورة شهادة التابعي سعيد بن جبير رضوان الله تعالى عليه. هذه الشخصية التي عرفت بعلمها وموالاتها ولقت ما لقت في سبيل العقيدة وكلمة الحق، لذا يخلدها المحبون على هذا الشكل. سعيد بن جبير الأسدي في محافظة واسط قضاء الحي، ونرى من جميع المحافظات سائرين إلى هذا المرقد معزين مولانا صاحب العصر والزمان في هذه المناسبة العظيمة. هذه المناسبة العظيمة اللي هي وفاة سعيد بن جمر عليه السلام، سنويا هاي الأحياء وهاي الخدمة، خدمة المواكب، أكيد إنها خدمة مشرفة. جاء نشوف الآن تتوافد جميع الزوار من كافة المحافظات، من البصرة، من العمارة، من الناصرية، من بغداد، من جميع المحافظات على هاي الخدمة. أعداد كبيرة احتشدت، فشهادة سعيد بن جبير مناسبة تجمع القلوب وينهل منها الولاء الراسخ غير المتزحزح عن طريق الحق. سرادق عزاء نصبت وإمكانيات بذلت في سبيل بيان موقف البطولة الذي مثله سعيد بن جبير وتأريخه الناصع، حيث كان يواجه أبشع طاغوت آنذاك في عصره الحجاج ابن يوسف الثقفي. كان ولا يزال فكرا رصينا يمد العالم ويمد الشعوب. اليوم بالنسبة للمواكب الحسينية وخدت اليوم كزوار، احنا نشوف الخدمة كلش ممتازة من كل اليوم، من كل المحافظات اللي هنا موجودة تقدم خدمة، تقدم كل الخدمات موجودة. الزوار زيادة عن العام، العام ما كانت هيك أكو أعداد، استنى الحمد لله والشكر بالملايين. ويحرص أهالي واسط في كل عام على إحياء شهادة التابعي سعيد بن جبير، كما يشهد مرقده إقامة محافل قرآنية مهمة على صعيد العراق والدول المجاورة. أخيرا يبقى تخليد ذكرى الشهداء سمة لأهل العراق، وهي ضرورة لكل من يريد أن يقتفي أثر الحق في كل زمان ومكان. من مرقد التابعي سعيد بن جبير في واسط، فالح القريشي، الفرات. أحبتي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام مرصدنا، شكرا على حسن الإصغاء والاستماع. نلتقيكم في مرصد خبري آخر. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وفي أمان الله.